هذه نتيجه من النتائج، لان الفلوس ما كدير والو. لا بغى ربي نصرك غير نصرك، ولا تبعتي شي حاجه عن جداره واستحقاق كتاخذيها، راه بحال بحال، راه اي حاجه بغيتيها وقاومتي فيها راه تاخذيها، راه هكاك انا جاهدت وقاومت، ولكن ربي كان معايا. هادشي اللي كنقول، الحمد لله صار غادي يكونوا مرتاحين كلشي. انا كلشي كان اليوم الحمد لله، دابا حسيت بخديت حق ولدي، غرتاح ما كذبش عليك، غرتاح وغنكون مرتاح. الله ينصرهم، كينصروني الله ينصرهم، كينصروني الله ينصرهم، كيخداو بحقي الله ياخذ بيديهم. هادشي اللي كنطلب ليهم، الله يحفظ لي وليداتهم، ولي حطهم في هادشي اللي تحطيت فيه انا. الناس كتبات الناس ولا كربات الفايقة. ولكن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الناس اللي تضامن الله، الله، الله. كنشكرهم بزاف، كنشكرهم بزاف. ربي معايا، ما ضيعش ليا دعائي. الحمد لله يا ربي، حمدتك وشكرتك. يا ربي انا من الحامدين الشاكرين ديالك. يا ربي انا حمدك وشكرا. كلمة القضاء، القضاة هادو الناس اللي داروا الخدمة ديالهم، وشنا المرافعة ديال الوكيل العام اليوم اللي كانت واحد المرافعة. ما كنشكرو بزاف على الكلمات اللي قال في حق ولدي، كنشكرو في بزاف ديال الحوايج. خدا ليا بتقري، وخدا ليا بداكشي اللي كنت بغيت وصلت ليه، كنشكرهم من هذا المنظر بزاف 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 بزاف. الله اللي غيخلصهم يا ربي، الله اللي غيخلصهم كاملين. قال لي قال في حق ولدي كلمة زوينة، الله يخلصهم. عندنا الاخر يبني اعدام، والاخر قد المؤبد. بارك علي انا، ما الاخر ما سخنيت بهم. والاخر قد المؤبد. هادو هما اللي عندنا بهم غرض، وواحد قد اخر 50 سمعتي. الحمد لله. ما الحمد لله، هذا هو اللي كنا تنتظروا، وما كاينش اكثر من هذا الشيء. وهذا تنجزاد انت. الاعدام والاخر اللي بغى يتقلص راه تقلص هو، هذاك راه خد المؤبد. والحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اللي بغى يضل العداله الحمد لله، وراه خد هو بغى يضل العداله، الله سبحانه ويضلو في دار، راه حطو في دار الله. هو راه خد مؤبد، هو راه خد مؤبد. تشكركم اخويا.